أول شيء البيانات اللي يعني ما أعبيها الرقم السري. لحظة، وقبل ما تكمل الفيديو، قدامنا مجموعة أطفال صادفناهم بأحد المراكز الصيفية ودخلنا عليهم بشكل مفاجئ. ميثا وعبد العزيز حبوا يسوون لهم امتحان بسيط علشان يعرفون يفرقون ما بين الصفحة السليمة والصفحة اللي ممكن تكون عملية اختراق. علشان يبدأون امتحان خليناهم يسوون مسح للباركود الأول والباركود الثاني. إذا عرفتوا هاي الصفحة هكر أو لا خبروني. وبنهاية الامتحان سألنا في صفحة هاكر وفي صفحة يعني سليمة، أي وحدة سليمة أي وحدة يعني غير سليمة؟ اللي فيها كلمة سر البريد الإلكتروني هي الهاكر، لأنه هو بس يطلب البريد ما يطلب كلمة السر. في الصفحة الأولى طلبنا منهم يعبون بياناتهم العادية مثل الاسم والبريد الإلكتروني وأيضاً العمر. أما بالصفحة الثانية إضافة إلى البيانات العادية طلبنا منهم الرقم السري للبريد الإلكتروني أيضاً رقم البطاقة المصرفية. يوم حد يطرش لك ورقة تعبيها لا تعطي البريد الإلكتروني عادي تعطيه، بس الرقم السري مال البريد الإلكتروني مو بعادي. لازم أعرف إنه هذا هاكر أو لا، وكيف أعرف لما يكون حاطط لي إنه احكي عنوان بيتك والآخر ثلاث أرقام اللي بالبطاقة الورا وبصور تبع البريد الإلكتروني. لازم نحن نحكي لأهالينا عشان هم يتأكدوا إنه إذا صح أو خطأ، وأي مسابقة ما ندخل على طول لازم نحكي لأهالينا. بتطبيق هذه القيم الأخلاقية نستطيع أن نجعل الإنترنت مكان أفضل وأكثر أمانا للجميع. وهذه كانت تجربتنا لليوم واللي سووها أبطالنا من سفراء الحياة الرقمية الآمنة، والهدف من التجربة التوعية.